التواصل إذا في منتصف الملعب بعد المحاولات الموجودة من جانب فريق سلتك. نشاهد فريق ليفربول عاد من جديد ليضغط بشكل أكبر. هنا بالدي، هنا جول 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 المفاجأة، جول الريشة، جول الرسمة، جول الفرحة، جول يأتي عن طريق البرتغالي أميدو بالدي اللاعب والمهاجم صاحب 22 سنة. شاهد الانطلاقة، لاحظ كيف مر، انطلق، راح، تزحلق، كمل، سجل، ومنها هدف المباراة الأول إذا لصالح فريق سلتك. سلتك بالصاعقة وبالصاعقة الأولى يسجل في مرمى ليفربول، ولاحظ ردة الفعل من جانب المدرب لن المدرب.